لك كيف عملت بحالي هيك؟ لك أنا قتلت شخص وخربت كل حياتي. أنت حميت أخوك وحميت حالك منهم، أنت مالك ذنب بنوب؟ أنا بزمناتي عملت نفس الشيء وقت جوز أمي، وبعرف منيح شو اللي عم بتحس فيه اليوم. مثل اللي واقع ببير غميق. الواحد ما بيقع بالبير من حاله، صح ولا لا؟ إذا ما عندك حل تاني بالأخير أنت مجبور ترمي حالك بهالبير. ومرات الواحد بحس بالعجز، مشان هيك بيرمي حاله بهالفراغ اللي بلا نهاية. بس لازم تلاقي طريقة لتطلع من هالبير الغميق هاد. ما بيصير هيك. ما عم بقدر. وبدي لبنى تكون معي، لأنه بدونها ما بطلع أبدا. ولبنى ما عم تقدر تفهم الموضوع. وأنا بحبها كتير يا داليا. طيب اهدى هلأ، أنا بلاقي لك حل. ماشي، اترك علي. بس أنا بدي منك شغلة صغيرة، بعرف إنه كتير صعب، بس هالموضوع بدك تنساه، لأنه ما رح تقدر تعيش وإنت عم تتذكر هالشي. لهيك لازم تنسى، ولا بدون ما تحس رح تسحب لبنى معك لجوات هالبير الغميق. وعدني أمير. سعيد، شو هاد؟ عامل فطور مرتب والله. كيف ايدك؟ ماشي حالها. اخ رح عيش. بروحة لبنى راحت الفرحة من البيت. كانوا هي ورفيف عاملينه بيت حلو. انت بتتذكر حكي جدك؟ كان يقول الرجال اللي بلا مرأة مثل الكلب الشارد بالضبط. سكر. كانت أيام حلوة، طاولة طويلة، وأمي وأنت وأنا وجدي وستي وبيت عمي كمان. بتتذكر خناقات أمي مع مرت عمي؟ شو كانت أمي تنقهر منها، وخصوصي لما تاخد الخبز والبيت. كنت انبسط بهالفرجة. يا ريت لو فينا ننبسط قد نص هديك الأيام. بس الموضوع ما عاد هيك. بدنا نأمن لرفيف طفولة مثل اللي عشناها، حلوة وسعيدة وسهلة كتير. بالعكس، نحن سببنا لرفيف ولبنى مشاكل كتير، وكانوا رح يضيعوا منا. صح. خلاص، هلا أنا ما عاد بدين أذى أي شخص بسبب شغلي بنوب. أصلا كل هذا الغنى والمال كتير ما جابوا لي غير التعاسة والحرمان.
منيح. أنا كنت مفكر للصبح يتغير رأيك. منيح حلو. لا بالعكس. صحيح ما بعرف كم ورقة بإيلي بدفتري كمان، بس بدي افتح صفحة جديدة اليوم، وبدي بلش من جديد. بدي بعد عن هالوسخ. اليوم رح شوف كم بيت، وشوي شوي بدي اترك هالشغل. برأيك لبنى بترجع لهون؟ رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي إلا ما ترجع. حلو. أنا بدي أسألك سؤال، بس كون صادق معي. سأل. هلأ أنت عن جد بتحبها للبنى؟ ما فهمت عليك. لا فهمت علي. ليش هالسؤال؟ بدي أفهم. لسه في شي بخصوص لبنى يا سعيد؟ لا عندي ما في شي بخصوص لبنى بنوب. وهي يلي قالت لي أنا بتحبك. ومشان هيك إذا أنت بتحبها انتبه عليها وعرف قيمتها.